مناصرو الأسير يقطعون طريق صيد جزين لدقائق بعدما تخطوا الإجراءات الأمنية للجيش في عبرة. عاد الهدوء إلى مدينة صيدا بعدما سادت أجواء التوتر في منطقة عبرة مساء الثلاثاء، على خلفية الإشكال الذي وقع بين الجيش اللبناني والشيخ عاصم العارفي أحد مناصري الشيخ أحمد الأسير، إلا أن فترة بعد الظهر شهدت قطع طريق صيدا جزين من قبل مناصري الأسير الذين تخطوا الإجراءات الأمنية العسكرية قبل أن ينسحبوا إلى مسجد بلال بن رباح. الجيش اللبناني الذي كان خفف تدابيره الأمنية في محيط المسجد سير دوريات له في المنطقة في وقت بذل مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان والجماعة الإسلامية مساعي عديدة لتهدئة الأوضاع. نحن تواصلنا مع الجيش اللبناني وعملنا على حلحلة أو محاولة إيجاد مخرج لهذه القضية، ولكن الشعور بأن هنالك عمل أمني بسبب التواجد الأمني جعل الوضع يأخذ منحى آخر. طبعا القوى الأمنية والرسمية أكدت لنا أن ليس هنالك أي نية لاقتحام المسجد. نحن بلغنا القوى الأمنية أننا لا نقبل ولا نسمح بتوقيف أي شيخ. أكد لنا الجيش اللبناني أن لا نية لذلك وخفف من إجراءاته الأمنية حول المسجد من أجل تخفيف حدة الاحتقان الموجود. من جهته نفى المكتب الإعلامي للأسير أن تكون الإجراءات الأمنية في محيط مسجد بلال بن رباح طبيعية، واصفا إياها بالطوق العسكري المحكم. هدوء في مخيم عين الحلوي والسكان يلملمون آثار الاشتباكات. عاد الهدوء إلى مخيم عين الحلوي ولاسيما إلى أحيائه التي كانت مسرحا للاشتباكات التي شهدها خلال اليومين الماضيين، وبدت الحياة شبه طبيعية داخل الأسواق التي استعادت جزءا من حركتها، وشهدت البنى التحتية المتضررة ورشة صيانة وإعادة تأهيل، وذلك بعد وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه كل القوى داخل المخيم، وانتشرت بموجبها قوى أمنية فلسطينية مشتركة عند سوق الخضار وفي الجهة الشمالية باتجاه حي الصفصاف تثبيتا لوقف إطلاق النار بشكل نهائي. والوضع الآن طبيعي، هناك ورشة صيانة عم بتعيد ما تضرر طبيعي، ونتمنى على الجميع التعاون بضبط الأمن. الأمن الوطني الفلسطيني ولجنة المتابعة الفلسطينية عقد اجتماعا مشتركا لهما في مقر الأمن الوطني داخل المخيم. رجع المخيم إلى طبيعته، وإحنا بنشكر كمان القوة وبنشكر لجنة المتابعة وبنشكر جماهيرنا اللي قامت بالمخيم من أجل وقف إطلاق النار. أي تجاوز من أي طرف من الأطراف خاصة إحنا لن نسمح من أن التجاوزات بعد الآن. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع من أجل تحصين المخيم ومنع انجراره إلى أي فتنة.